درب الدوري تلقين وغد شمرة الغور بالدوري تلقين وغد شمران ولسه دين كادو للتيف وتعاونا الغور بالدوري تلقين وغد الغور بالدوري تلقين وغد شمران ولسه دينكاب وللتيف وتعاونا الغرب الدوري تلقين وتشمر سن بعد ونزلين الغربة سجن تمجلا الأجيال الصاعدة للإنشاد إذا كان تزن دقن سلام دام قرني أيلو توت نغيلا تدرن الغربة سلخصوص توت نغيلا دي تيمورا وزغار النغ الخارج إلى سعقابنا ونوسان رمضان إن شاء الله يقن وسان ديم برشن ربا أدي قبل يستزعم الرزن أجار غلدسة تمجرة الأجيال الصاعدة سوت معنا دي تقيمت نتنوبانا مرحبا لكن رحب استوت نغي وتنغ محمد نجار تندش تمارشت مرحبا بك باش تحفظ ان شاء الله امين باش نرحب دخ عبد الرحمن راس نعم هات لديش تمارش ايوا نرحب سلمون شيدين علوان ابراهيم باش تمارش امين تفخر ابو نصر الى كان طول ثلاثه ترودي النشيد
من الغربة تنشكر أمس قبلوا من العرض النقدي تنوبة المرحبا بنا معك هو محمد وستان رمضان يتخزر دي سكت الحركة يتقنوا خدم دنبار شئ إلو تمجر روين سيسن تمجر روين الأجيال صعيدة قن تعرف دمزان يتوتنا إلى أن لشخص نكتل فكرة ربما فوت مجر روين بشرت من قبل غدا شو شي قن تعرف دمزان أولا تشكر التلفزيون الجزائري وأشكر حس القناة الأمازيغية حس مرحبا أشكر شتي الله يبارك تنور دانا الشرف دانا أشكر المخرج دوسي يعني لت في الكاميرا كاع ربطني حفظ آمين دخ إن شاء الله ربي قبل أظن إن شاء الله كاع آمين آمين الجمعية تبدا أسوكوس 1990 لاعتماد 1992 يعني تجار مراحل اسمها أجيال أجيال وبعد أجيال أجيال تخرج من أجيال يغلب جمعيته غير الشغل بالمشاركات تشارك يغلب بالمشاركات يعني على مستوى المحلي والجهوي أغلام يعني الجهوي الوطني ودولي ما شاء الله إيه. لا اشو تخدش شغ بعض لي ديت ما غاتجد من بعد ان شاء الله يسستون نظن هذا سعي وك عبد الرحمن او انتم جراوتي تسجل ماشي نطورو منو المشاركات دي فيسكي وين اندران تاع غلان دي تميل الولايات نودينا تمرطنا نغتي فيسكي وين اندران داني دي تيمورا انو جنا نسول ربما في البرنامج اللي توستار يا الطلبه امس انتم جراوت تدريبات تلحين الكلمات بارك الله فيك نشي ناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربادي قبل غفت شي قبل إن شاء الله زوميت دو زومي يعني مسلما أنيني إن شاء الله لونكادرو ما ماشي نقام شنين يعني تمجراوتو لونكادرو ما ماشي تتقال دي سي يوسف يزم أس شيبان شي تخطيط لغنا طلبة الحمد لله في ماستر اثنين في علم النفس لغنا مثلا أغلبهم راسي دي باشو في الجامعة مختلف الاختصاصات شهيد مثلا الناصر اللي في المحروقات في بومرداس وني في جامعه غردايا وحدت ولا حاجه هذا لغم اقن في بكالوريا وديك نخلف في الثانوي شي تخاكتو شي نهار ملاحظتو فيما يخص التدريبات لا كورال غير يمكن تدريبين في الاسبوع بالتغلق المسابقه المشاركه نكمل في الثلاثه بالتنسيق مع الطلبه بلس المايسترو محمد اتنجلو ديك نونشان هذا توجه النشيد صديق النشيد يتبي الوقت سي فري في الايقاع وكذا المسق مع سن اغندسن اندر ان شاء الله المزون نكمل لي الى التنسيق في السفريات انا وصلت مثلا في قاعه الاطلس هذا انه تيس مشاركه غلب منو برك يفالي سورغانيزي تمرين يعطيك صعب نخدم شي قبال وخاصه لي مينار يبزال لنا غنق لان عطيو بصحه تشارك نفعنا انا للمدن انا من ان شاء الله تلمد من جار اغلب بلاصه مش نين اوتون كو اونكادرمون بلوس تنشيط ماذا بينا انت اغلب بلاصه ما شاء الله ديك الشيء هذا زعيم ديك الشيء انا كان سيراميد سي 1990 غلي مارو 30 دات تعافر وانتم جراوت اكيد ولا جينا نتفقن هذا صغير شي هو ابو ناصر فخاري الجنسي المنشدين اما انتم جراوت السنين السنين الاثنين يضرب دي سيك الاحتفال تشارك مداني ديت ملغيختنا الجزائر دي قاعه الاطلس اهميه المشاركه نغ الاحتكاك وانتم جراوين سغلان مع تمشراوين نغ المنشدين من مختلف مناطق الوطن. اولا نعطيكم الصحه في الاستضافه. بون الجانب الاحتكاك انت ذا وحدي غرنا الثقافه الله يبارك رانا الرصيد الثقافي رانا قلنا الرصيد الثقافي اغلان لازم ما تنصيوض لازم ما تنسجن حد وضيضا وتنتجي اغلان وتنتجي ذي يرسو خاطر ديك نشري الا نشري نرقب تنورم على خاطر ناش وضع نتشرد الخير تتو تيقن حد خلافات يرقب ديك نشرا اكسترا اوردينار اين توني نشري انت ماذا بينا نصيود لي ميساج النغ الانشاد خاطر الشاب النغ المستمع تقريبا يتاثر سي كلمة تدلح الجميل والملتزم وجرم ماشي هذه تاثر سي كان بالك سي كان الشيخ خاصو شي كان الدار تما مهم جدا اسسنا ربما وضعنا هو ابو ناصر أهمية الاحتكاك والأصوات الشابة إلى كان نسلس نطورو مع أصوات ربما والقرغ يعني أودا سموك السجوم ربما احترافية أكثر بالنسبة لإمكانيات لنا غرسل بالنسبة أعزام سني الموسيقى ربما لإيقاعات أهمية الاحتكاك بالنسبة يشتكى منشد مستقبلا
اش ماذا بيا شي فرحه غميتي سكت المشاركه ثمانية تركب تحتكل مع المنشدين كبار تحتكل مع الوسيغ ليكسبيريونس دومان اشيو شيو بسي لا موزيك بسي المقامات بسي الكاريزما الفنان سيرسان اكزاكتومون وقفه الفنان سيرسان تبي اش بدا تبي السيس تسمى صغير قال هاد الزويغ هاد باك شلاطه هذا قدم اغاني غيري وخلاص هذا زوفي مانك يلزم يبها اول وامتش وصغير نغيبة تزور شركة غدين ربما هاو انتم جراوين ان ربما ربما غرسني قنو خزار ضيق ربما غير اغلان غير طبل البيات نكدا ربما ديس او توسيع الافاق نغز عليك من النظرة وشارغ لست في مشاركة وطنية هذا صغير شو ابراهيم تسجمون او الاحتفال دي قاعة الاطلس ربما تجاوب ميدن الصدى يعني الاداء وم مس القاعه. السلام عليكم اشكر استاذ اختار باش يحفظ بالك بس ان شاء الله. امين. يعني لا صال ميلا غرش نشيد ملحم كلمات ما شاء الله يعني نشيد ملتزم. اكيد زعما ذي عاد غش تفاعل نميدن. سيرتو لا صال ميكيد كل نشيد يعني يستوجد الحق سيكزاكت. يعني الموني اللي تسلاش يعني لا يركبش اكزاكت تود قد في المقاس ما رشرت ما كترقب الدلاصه الضخ يعني جواب معاش تحفز للفنان ومن هذا عاد تود سي ملتزم من بعد تعاد تود سي تجاوب مع الجمهور تودي تجاوب تودي تفاعل كبير اكيد استوت ناس صغيره نستجاوب الله يبارك ما شاء الله دنيا ومؤسسنا هو محمد اهميه ربما في المجال الانشاد في مجال الموسيقى في مجال الفن بصفه عامه اللي يحتاج واللي يحقق اللغه باش بدناش فهم ربما الاداء قوه الاداء قوه الكلمات قوه الاتقان الاحترافيه في الاداء التجحد ضدنا ربما ادي فهم الرساله من الميساج اللي كان خص اتنصعود سوبرينا الانشاد من زلون مثال الغربه ستوكليت نتوك غرسات اكيد وسيله ديني القاعه تولي فهم صح الاداء ربما تيجي تستوعب لي ديك القصيده تحكى في التمر تحكى في قلمي الدن الى انتدرني قن زيار شنا على كل حال اصنات الله يبارك قاعه الاطلس وسامي يتقال ما صنات سنين اللي ثلاثه سنين اللي اثنين سنين اللي اثنين والله غرفه المهم يعني الله يبارك ماشي سنين اثنين قاعة الله يبارك الغاشي ما شاء الله الغاشي وخاصة انت هو تربطني يحفظ يحفظ كاع وسي يعني يحضر ديني امين شنو الحق شجعنا انا شجعنا انا مش ديما غنغ الجمعية يعني سجلت الانشاد نتود الانشودات على حساب اللي كان شات الحسابات يعني الحضور مش غادي عاد الحضور في مدن دوني مش غادي عاد عاد المناسبة دخل المناسبة نتود الانشودات على حساب المناسبة الحضور الى ديني دخل ديما غرنا غاسما يعني كتارك نستعمالي بالذات زار الانشودات ملتزمة واللي ممكن تبدي تبدي السناشد يعني هدي خفافي من بعد خاطر تقلب الملتزم بدا ديما انشودات ملتزمه ما دام في رامي يعني اكبر تقصد اكبر يعني ما قايل ملتزم ملتزم اكبر امان يعني اسمها يعني ما شاش المقام مثل الصابا مغمون اسمها كنشال يعني ملتزم ومن بعد تثمر بسلسل الهدي على حسب دخل المناسب توجا من يجو يقول نشرا يقول نشيد مثلا رمضان استودي يقول نشيد الى انا يقول نشيد يعني وجد المناسب شين يود اصنات يقول نشيد يعني هدي وجد المناسب بصح على حسب الديكورين نجو خاطر سونيت نسيت كيسان لاتاي البراد عطي صحاب الرحمن ينقم لاتاي نعناع كوكو تندم تشوس كوكو اقدر يود نشيد يعني صينيه يبها يتفاعل مع الجمهور يعني الله يبارك ما شاء الله دقيقه شايلا يتشرف وواد مزار يتشرف الجمعيه يسشناياس ابريد وشارغ السات ايوا عبد الرحمن ربما بتتشرى الى نيجو تم جراوت الاجيال الصاعده الى ديما تغاري تحاضره او الاحتفالات على المستوى الوطني اظن هو النتيجه نشري ولدوسي عن طريق صدفه مش شنو عن طريق الاخ يوسف يتقال يعني ان ساكريفيس ان ترافاي تضحيه
نسم مثلا ماشي طالب جامعي مي ضحاس ثلاث خطرات لا كورا اللي درب سي كو لي جو دو ريفيزيون لي جو دي كونشول تيوري اتي ريكوبيرا بشار بلوس ثاني الى وفق رب العالمين سي اون يعني سيت ان امبيونس تشد الناس لفرقت مثلا لاج سا كونت با الفن بتاتر بيان يعني ان صح التعبير ماشي هكا هذا زعلوك ماشي كذا مي الى ان بوان كومان عند الفن يعني نقطه مشتركه عند الفن اون ايسي ديكسبلواتي او النقطه المشتركه دون لو بون سونس سمح لي نسولو بصفه فرنسيه الشاب مثلا دوني تعامل معاه كصديق واني وكذلك هامي نقطه مشتركه عند الفن بون اوتر شوز دي كنش راه خلاف نطلب رب العالمين هادي دوم او يعني الفه علاقه قيد حميميه كابناء كاصدقاء ماشي غاتيني لا يوسف تعبرت سو من رب العالمين يمكن رب العالمين ان شاء الله نتمنى ان يعاون الى مقدر وخاصه في سفريات يعني من جون شارك كنونشان كان تشارك ب يعني بفخر واعتزاز دو فرحه تدخل في يعني واحد منه مشيت تقارن طول الاحتكاك مع فرق اخرى التجربة موجودة فيها يعني أن هذه ديكوفر الشاب نعم ماشي اللي قال أخ ناصر غلا رسالة يعني لو ميساج يعني هذا زوا عن طريق الفن أتناوي سي ورمزاب آل عاصمت هذا زوا الميساج عن طريق الإنشاد سيني أنا ملقى أنا وصلت الاثنين ملقى مع الفرقة من مستغانيم دي قمت طبع خلاف مثلا كمثال ونا ديكوفر بوكو تشوز يعني الفن ربما من بعد ديج ربما ينزل المسؤولين على الجمعيه اللي عنديش الاقتباس من الطبوع الاخرى اكيد ربما بعض القصائد اللي انت تحتاج انت غلطت الحين ثلاث فرصات ربما الى الاقتباس نحتي ديجيش هذا زين ربما اسستن لك خصا غازو غلديس ربما نغ تكمله الموضوع الاحترام نغون العلاقه الحميميه الى جار الاعضاء ربما ابدل الاعضاء في حد ذاتهم في التدريبات الفني يسلم هذا الالتزام يسلم هذا الاحترام يعني يبها امتش يعني القيم اللي كانت تبي تنتمي الانشاد يعني تجسدنت عن طريق الاعضاء ديك شلن هذا زعيم ديك شلن هذه كمل هذه سلام رئيس زعما وجار تم جرى توجه غلطات هذا هو ابو ناصر اهميه انه او تم جرى وين في كشف المواهب يعني اتشنت المواهب ضد الطاقات من الشباب الا نمس نواد مزار اكزاكتومون نشي دق نسيمي الدن اكتشف الاستاذ محمد نجار تو اني تي ليون ليسي اغلان تو نورمالمون دوزيام اني ليسي تو هاوي في الانشاد غير نفحت الانشاد خدمه غام واحد هيك من بعد زقاني عمو جماعه قال بتتني تتفد معانا وكذا وكذا تجي تجربه اداء يعجبها صلاة فوق لاباس كمل صقل الموهبة نمشي تاثر غير غلب الطابع الشعبي سيرتو الحاج محمد معروف الله يرحمه امين الله يرحمه ان شاء الله الاستاذ الحاج دوق دا يمارض النجم الصاعد بدر الدين كركا ما شاء الله يعني انه الطابع وكشغل الطابعين اللي نتبع عند قاعد قريب تاثر خصيص كاع وجه ما شاء الله وربما ان شاء الله مستقبلا هو ابو ناصر قاعد غروم عمل مشترك نديو ان شاء الله كانت نسق نشي بدر الدين كركا راس وجه التحيه الثاني ديما كان اون كونتاكت دي فرشه راه جدت ترقب غادي تشوف فرشه راه جدت ترقب كان اون كونتاكت ما شاء الله ديك الشهر الزعيم ان شاء الله تشلي وجار غلصات اول غندي قيم يغلب امي وفاغا نكمل انرني وجار اول ربما هذا ساق لي سستن ام جارو مع تشاي ومحمد فيما يخص ربما الانتاج السمعي البصري وسن تنجروا الاجيال الصاعده تتفكر كين فيديو كليب كين سي دي شي الحق لكن تفكر ديجا لغنا بعض يعني الانشودات تسمى انت ملحنات لا انت بعض اختصاص نفسي يعني باش كان نبدا يعني تسجيل دوني تسمى سوني غنغ المشاركات ربي عاد زدي غنو فيك الوقت باش كان انا تدير تسجل كان قاري مارو ان شاء الله بعد رمضان عاد ان شاء الله انا تفكر باش نسجل هاد نسوفو يقال الكليب ان شاء الله سوسو طلوا لان في موسم عطلة يا بروفيتو لوكازيون ما دام انا فيها عطلة ما دا ديفا ولا انا عزمة ديفا اسمع انا مخدومين ان شاء الله بربي ان شاء الله كنت نقطة تين غا العتتيغ
المهم تشكر ديوان الوطني الثقافة والإعلام وعلى رأسهم السيد بن تركي رباط أحفاد الموظفين لنا المعازياء، يعني الله يبارك. خصنا الجمعية خصنا فرقة النغ ديك النشرة، يعني ماذا بهم كل مشاركة ونزاكان دا بعض اسم بعض يعني الولايات دار الثقافة بعض الولايات تكلبن يعني تكلبن ديما الجمعية ما شاء الله. دقيقة شغل زي ان شاء الله كتل مشاركة وجر غلسات. اشكر امد شيوك عبد الرحمن راس نعمة المجامعة كتل فرص بلاي وك محمد نجار علوان ابراهيم فخار ابو ناصر ان شاء الله من الجامعه ومن كتل فرص بلا مشاركه اجر ان شاء الله غل مستقبل لتوتنا غير باش فقره نتنوبه مرحبا نتكملنت انبد معاون نيزليس الاداء نيوتنا محمد تجروت الاجيال الصغيره يا المغني اغني يا ربي يا الغني يا المغني اغني يا ربي يا ربي صل فضلك تنمرتي وتوشي دوشي دغنشي يا ربي يا الغني يا المغني أغني يا ربي يا الغني يا المغني أغني يا ربي يا ربي صل فضلك تنمرتي وتوشي دوشي دغنشي يا ربي شوشي دوشيت أيو شوشي دوشيت سيولا ملا أيو شوشي دوشيت أيو شوشي دوشيت سيولا وسا تامل أد الحياة تغوني ديزلي تمجروت فرقة الأجيال الصاعدة نغر نتغذيت لأن تغن معنا
جاونا تقيمت نتنو بان محور نزلي لا تنزنا ايلو توتنا غير برشا من وسيله تدر وسان لهنا د الخير د الامان د الفرح اتنزن ديك اللي هدا يو نغماس عمدو تشنا غير وتنا قاسم بحمان الراعي الى نتلو لاز طازوت سمت على بركه الله هبه ربتي اجتمعت ان شاء الله ذريه صالحه ان شاء الله اجر يتوتنا غير برشا إلى أن حكينا دوني مرحبا سيسن تنفوسني غير ما عودتنا محمد بنهار تمديش تنبرش تمديش تنبرش يا يوسف تمديش تنبرش.